ولذلك رب العالمين حمى تشريع ديال الأسرة بقوانين قطعية لا تقبل الجدل ولا تقبل التبديل ولا التغيير. إذن هذا الرحم هذه ديال المرأة ديالنا احنا المسلمين ما عندناش الحق نفرطوا فيها وتمشي تعطي اليهودي أو النصراني أو مجوسي يحط فيها النطفة دياله باش يفرخ الكفار. سيقول قائل لا قد تغلب المرأة وثقافتها قد تكون غالبة وإلى آخر إلى آخر ذلك من الخزعبلات الإعلامية. خليونا من الكلام ديال الإعلام والكلام ديال الثقافة الاستهلاكية ولنحتكي من بعد كتاب الله بعد كتاب الله وسنة رسول الله إلى الواقع. هذا الواقع التاريخي هذا الواقع التاريخي المعاصر قديم وباقي. من حيث الثقافة والدين الأبوة تؤثر الأبوة تؤثر لأن قلنا الإدارة عند الأب والإدارة العامة بصفة عامة تأملوا الواحد يخدم عقل ولا ربي يعطي عقل. الإدارة العامة الغالبة للاجتماع البشري يعني تسيير المجتمع البشري عند الأب وعند الرجل بالتبعي. دعك من الخلافات الفقهية المرأة واش عندها الحق تكون في الإمامة الكبرى أو الصغرى إلى آخره. خلينا من هذا انظر إلى الواقع. شحال من رئيس ديال الولايات المتحدة داز في التاريخ وشحال من رئيسة صفر رئيسة يكاديك بلاد الحرية وتمثال الحرية صفر رئيسة. الإنجليز نعلم ما كان عندهم ومن كانت على رأسهم شحال من وحدة. ينظر الإنسان بعقلية رياضية حسابية شحال من وحدة دير النسبة ما غطلع 0.01% ديال رئيسة ديال الحكومة. وخذ هذا قياسا على تاريخ البشرية من مملكة سبأ. ما كنتكلموش الآن على يجوز لا يجوز هذا بحث آخر وليس محلها هنا وإنما نقصد بيان أن الطبيعة البشرية التأثير الفكري والثقافي والتوجيه ديال يعني ما يسمى بالخلفية الثقافية تكون للرجل والمرأة في ذلك تبع والمرأة في ذلك تبع والمرأة في هذا على دين زوجها. إذن هذه رحم هذه أمانة. المرأة رحم أمانة لا يحق لها أن تخون ربها. راه المرأة اللي تزوج بيهودي أو نصراني لقد خانت الله وخانت عهد الله من يوم أن أناط الله الأمانة بالإنسان وحملها الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الحمل حمل الأمانة كل حمل على حسب اختصاصه وحملت المرأة من ذلك من بين ما حملت أمانة الرحيم وبمقابل ذلك حمل الرجل أمانة النطفة. النطفة لأن هذه النطفة هي التي توجه الرحم. الرحم وعاء يستقبل وعنده قابلية الاستقبال. جعل الله فيه خصبا ونماء بما خلق من بويضات مما هو معلوم. لكن لا يكون من الرحم شيء إن لم يكن بذرون من الرجل. فالرجل إذا نطفته هي السبب المؤثر الذي يوجهه بإذن الله وبما فطر الله في الرجل والمرأة يوجه طبيعة الخلق الذي سيكون. ولهذا في الإسلام بل في الحقيقة في الطبيعة البشرية حتى عند النصارى واليهود الآن وإن فقدوا ذلك من حيث المرجعية الدينية الأصل ديال هذا الشيء حتى هما عند اليهود والنصارى الدين ديالهم ولكن ولا ثقافة ولا عرف اجتماعي عندهم أن الإبن أو أن الولد ذكرا كان أو أنثى يلحق بأبيه في النسب. بل هما كيزيدوا حاجة أخرى ملي كتزوج المرأة بشي راجل حتى الاسم العائلي ديالها كتفقدوا تأخذ اسمها الشخصي والاسم العائلي ديال رجلها. هم زادوا شيئا آخر ليس عندنا. لكن الأساس الشرعي أن الابن الذي يولد من أي رحم كانت يحمل خصائص والده الثقافية ويحمل اسمه ونسبه كيحمل الاسم دياله والنسب دياله. إذن هذا الأمر رب العالمين راه شرعوا ووجبوا بالقرآن وبالسنة وأجمع العلماء على ذلك إجماعا. علاش؟ لأن رب العالمين هو اللي خلق بنادم
ماشي الجهة الفلانية ولا المؤسسة الفلانية ولا الثقافة الفلانية ولا المنتدى الفلاني هو اللي خلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ رب العالمين اللي خلق وعالم سبحانه أش داير في الرجل، وعالم سبحانه أش داير في المرأة. وكيقول لك هذه إلا كانت مع هذه غتعطي كذا، أنت تجي تفهم عليه وتوريه سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قل تعلمون الله بدينكم، احنا غادي نوريوه سبحانه جل وعلا. ولذلك الأمر خيار بين إيمان وصف المؤمنين وذلك السبيل إلى الجنة إن شاء الله، وبين الطريق الأخرى وهي طريق الجحيم والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى لما جعل الرحم تتقى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، جعل الرحم تتقى، راه عطاها معنى تعبدي كما ذكرت قبل في غير ما مناسبة. جعل الرحم عندها معنى ديال العبادة، راه ما بقاتش الرحم هنا هي هذاك الغشاء البطني اللي كيتكون فيه الجنين، بل صارت أعلى من ذلك، لأنه ما يمكنلك شيء دير التقوى مع واحد المادة الحمية، صار لها دلالة معنوية، وهي تلك العلاقات التعبدية التي تثبت بمجرد ثبوت الحمل الشرعي. هذا الذي يتقى، يعني اتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به، عبد الله واتقوا الله اللي هو سبحانه وتعالى نعبده نستعينه نسأله نحتكم إليه في كل شيء. قال بعد ذلك وأيضا المعنى والأرحام، أي واتقوا أيضا الأرحام اللي هي سبب الوجود ديالكم وسبب الاستمرار ديالكم، يعني بيولوجيا كبشر وثقافيا كمسلمين، أي باعتباركم بنادم راكم مستمرين بالأرحام، وباعتباركم مسلمين أيضا مسلمين أيضا إنما أنتم مستمرين بالأرحام. ولولا الأرحام، ولولا الأرحام الشرعية مستمر الإسلام في الأرض ولا جيلا واحدا، ولا جيلا واحدا. لكل ماشي هذه الأرحام ربي قننها وشرعها ودار فيها الحلال والحرام، راه الدين ما يبقاش في الأرض، لأنه دخل الإباحية ودخل الزنا انتهى. تختلط النطف تختلط الأرحام، لا يبقى حلال من حرام، إذن ما الدين بعد ذلك وقبل ذلك؟ لهذا سبحان الله العظيم الإنسان من اللي كيخرج يعني باعتباره ابن أو ابنة من مؤسسة شرعية سميتها الأسرة، بني العقد فيها على ما شرعه الله وشرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيحس بواحد المتانة نفسية وقوة شخصية أنه سميته مسلم، مسلم مسلم. ولذلك يسأل الرجل نفسه وتسأل المرأة نفسها، أنا من؟ أنت أو أنت؟ شكون أنت أو شكون أنت؟ قيمتك الوجودية الثقافية في الأرض شنو هي؟ غير باعتبارك بنادم وكان؟ إيه البشر موجود. وإنما القيمة الحقيقية للإنسان المسلم دينه. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله فقيه المالكية في عصره، وكذلك بعده الإمام أبو عبد الله القرطبي، كلاهما وغيرهما كثير من علماء الإسلام، قالوا بأن السبب اللي ربي تعالى فرق به بين المؤمن والكافر هو اختلاف الدين. اختلاف الدين صافي، اختلاف الدين ما بقات عشرة ساعة، لأن وضعية المرأة قلنا على خلاف وضعية الرجل. وضعية المرأة ماشي بحال ديال الرجل، المرأة تملك رحما وإحنا مسؤولين على حماية هذه الرحم. ولذلك نقول في خاتمة هذا الكلام أنه صحيح أن الرجل عنده الحق بالمقابل، عنده الحق يتزوج بيهودية أو نصرانية، ولكن لا بد من مراعاة شروط معينة نصية، كي النصوص واجتهادية. فأما النصية ففي كتاب الله وسنة رسول الله، وأما الاجتهادية فعلى رأسه اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النصوص كتشرط أن تكون هذه المرأة نصرانية أو يهودية فعلا نصرانية، وهذا لا يتحرى فيه إلا القليل اليوم، يعني بمعنى أنه شحال واحدة راه سميتها نصرانية وكان وهي ملحدة، ملحدة يعني كاع النساء ديال فرنسا ولا ديال أمريكا راه نصرانيات الآن في هذا الزمان، قليل قليل